مشاهدينا ننتقل الآن إلى كلمة الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية في السودان في كلمته في مؤتمر تقدم في أديس أبابا. من المدنيين والعسكريين وأدعو بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين والعودة الحميدة لكل المفقودين، كما أتوجه بالشكر كما أتوجه بالتحية إلى الشعب السوداني الصابر والمكلوم في كل مناطق النزوح وفي كل الملاجئ والمنافي القصرية. السادة والسيدات الحضور الكريم، يشرفني أن أقف أمامكم اليوم في هذا المؤتمر التاريخي وخاطبكم باسم كل زملائي الجبهة الثورية السودانية التي اختارت منذ فجر تأسيسها في 12 من نوفمبر من عام 2011 الانحياز لقيار السودان الجديد القائم على الحرية والسلام والعدالة. وليست مصادفة أن تكون هذه المبادئ هي ذات مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة، حيث كان للجبهة الثورية سهم فيها بنضالات وتضحيات إزام استحقها شعبنا. وقفت الجبهة الثورية السودانية بوضوح ضد انقلاب 25 أكتوبر المشؤوم. وضد حرب 15 أبريل العباسية، حيث بذلنا وزملائي جهودا مدنية لتفادي حدوثها، ولكن قيد نظام المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية على ثورة ديسمبر وطمعهم في العودة للسلطة كان دافعهم في إشعالها والاستمرار في تعجيج استعارها، مما قلف أوضاعا إنسانية كارثية غير مسبوقة في كل السودان وفي دارفور على وجه الخصوص. وهذا ما دفعنا إلى إطلاق مبادرة إنسانية تم تدشينها في مدينة الفاشر في فبراير الماضي، تشمل على آليات لمساعدة المواطنين تتمثل في اللجنة العليا المدنية لإيصال الإقاسات والإدارات المجتمعية لتقديم الخدمات الأساسية، كما أطلقنا مناشدة لطرفي الحرب. إذن مشاهدينا نكتفي بهذا القدر، وسنبقي عيناً على الكلمات وعلى مؤتمر تنسيقي التقدم في أديس أبابا لنقل كل ما يجري هناك. نعود إلى سياق ملفات برنامج استوديو الحدث. كنا نتحدث عن غزة.